السلام عليكم أعزائي الطلبة، أعود وياكم في الجزء الثاني، الدرس الثاني، المحاضرة الثانية البسيطة من دروس كلية القانون، كلية القانون باللغة الإنجليزية. عندنا نكمل، عندنا sources of law، مصادر القانون. A sources of law mean the origins of law. Examples: building rules, governing human conduct, and having the force of law. The important sources of law generally as follows. يقول هنا مصادر القانون. يقول مصادر القانون تعني origins of law، أصول، أصول يعني القانون. مثل إيش؟ يقول bending. أنا قلت building. Bending rules اللي هي القواعد المتراصة أو المرصوفة، خلنا نقول governing human conduct اللي هي تتحكم بـ human conduct، بالتنفيذ الإنساني والتنفيذ البشري. And having ولها the force of law، ولها قوة القانون. The important sources of law generally as يقول المصادر المهمة للقانون بشكل عام تكون كالتالي: religion الدين، custom العادات والتقاليد، عندنا equity العدالة العدل، judicial decisions القرارات القضائية، jurisdiction opinions الآراء، الشنو الآراء القضائية، legislations تقدر تقول عليها التشريع. طيب، from the point of view of Iraqi law، من وجهة نظر القضاء القانون العفو، من وجهة نظر القانون العراقي، not all of these sources are relevant. يقول من وجهة نظر القانون العراقي ليس جميع هذه المصادر مناسبة. So لذلك Article 1 of the Iraqi Civil Code states the authoritative sources of Iraqi law is of Iraqi law, that is those allowed by courts of right to be legislations, custom, religion, as represented by Islamic law and equity. من وجهة نظر القانون العراقي ليست جميع هذه المصادر متساوية، لذلك المادة الأولى من قانون خلينا نقول القانون المدني العراقي اللي هو ينطي مصادر التشريع، مصادر التشريع للقانون العراقي هي تلك التي تسمح بها المحاكم للحق في إعطاء الحق، لكي يكون شنو legislation، لكي يكون تشريعيا، customs وحسب العادات والتقاليد، يأخذ بنظر التشريع العادات والتقاليد والدين، and represented ويمثل the Islamic law and equity، ويمثل العدالة والقانون الإسلامي. The sources of law generally will be discussed as follows. مصادر القانون بشكل عام سوف يتم مناقشتها كالتالي: عندنا religion الدين. In the conception of Islam, religions are either divine, that is revealed into a prophet, such as the religion of Islam, Christianity and Judaism, are or non-divine, which include positive positive religions followed by social reformers in a way not revealed by God. هنا شو يقول؟ نترجمها طبعا. In the concept ضمن مفهوم الإسلام، الأديان إما تكون ديفن إلهية that are revealed، يعني تكون منطلقة أو منبثقة من النبي،
such as religion of Islam مثل الدين الإسلامي والكريستيانتي والمسيحية and Judaism واليهودية or non-divine أو تكون غير إلهية يعني وضعية أما تكون إلهية أو تكون وضعية غير إلهية which include تشمل الأديان خلينا نقول الإيجابية أو المقبولة founded by التي تم تأسيسها وإيجادها by social reformers من قبل المصلحين الاجتماعيين in a way بضمن طريقة معينة not revealed by God والتي غير منبثقة من قبل الإله like Buddhism مثل البوذية وزوراسترانزم والزرادشتية okay Zoroastrianism الزرادشتية عبدة النار and all various forms وجميع الأشكال المختلفة من pagan religion من الأديان pagan الأديان الوثنية whether divine or not وسواء كانت إلهية أم غير ذلك religions differ in the extent of regulating matters that lie within a domain of law as we understand it nowadays يقول وسواء كانت إلهية أم غير ذلك فإن الأديان تختلف في يعني سياقها ومحتفي يعني مداها of regulating في تقرير أو تنظيم matters المواضيع في تنظيم القضايا that lie التي تكون ضمن domain ضمن هيمنة القانون as we understand it nowadays كما نفهمها في هذه الأيام This can easily be shown from contrasting Islam and Christianity وهذا ما يمكن بسهولة أن يظهر contrasting الاختلاف ما بين الإسلام and Christianity والمسيحية The two important religions in this country وهما الدينان المهمان الاثنان في هذه البلاد زين The central and remaining question to be considered is that what parts of Iraqi law are directly governing by Islamic law? يقول the central والمسألة question هنا مسألة والمسألة الباقية والمركزية التي يجب أخذها بنظر الاعتبار هي what parts ما هي أجزاء القانون العراقي التي يجب يعني أن تحكم بشكل مباشر من قبل تحكى من قبل الدين الإسلامي The legal field over which Islamic law dominates is that of personal status يقول المجال القانوني اللي الدين الإسلامي يهيمن عليه هو القانون الأحوال الشخصية This is governed by the law of personal status number 188 in 1959 يقول هذا ما يعني اصدر من قبل القانون الاحوال الشخصيه رقم 188 لسنه 59 و900 as amended كما عدل by the law number 11 1963 وعدل من قبل القانون رقم 11 لسنة 63 و900 matters of personal status include those of marriage القضايا الأحوال الشخصية include تشمل those of marriage تلك التي تتعلق بالزواج the divorce الطلاق separation الانفصال legitimacy okay عندنا legitimacy الأمور الشرعية alimony النفقة inheritance الإرث عندنا testate هنا testate الوصية and intestate يعني القضية الوصية والمواريث and a gardenership والقوامة القيمومة in addition the institution of
وقف، كما أن معهد أو مؤسسة الوقف is also governed by Islamic law، يعني تديرها يتحكم بها القانون الإسلامي، يشرف عليها القانون الإسلامي. For after all، وفوق كل ذلك وبعد كل ذلك، it is purely Islamic، فإنها إسلامية بشكل كبير أو إلى حد بشكل تام. Moreover، علاوة على ذلك، a most important event in the history or the Iraqi legal system is that the civil code number 40-1951. يقول وعلاوة على ذلك، فإن الحدث الأكثر أهمية في تاريخ النظام القضائي أو النظام القانوني العراقي هو القانون المدني رقم 40 لسنة 51، has recognized اللي شرع أو اعترف بالقانون الإسلامي as the third source، أنه مصدر ثالث of law للقانون after legislation بعد التشريع، okay and custom والعرف. In fact، وفي الحقيقة، there are numerous Islamic provisions in the code. الحقيقة هنالك provisions، يعني تقدر تقول مرونة أو كثير من الأمور أو المصادر الإسلامية العديدة في هذا القانون. عندنا coexisting، التعايش alongside those derived، اللي التعايش ضمن يعني التعايش ضمن المواد والمصادر الغربية الـ Western sources اللي موجودة. طيب عندنا كوستم، العرف، أو تقول العادات والتقاليد أو العرف نقدر نقول. يقول كوستم a general usage or practice، يقول العرف هو الممارسة أو الاستخدام العام، which الذي يعني by common adoption، اللي هو عبارة عن التبني الشائع، has become compulsory، أصبح إلزاميا، and has acquired، واكتسب the force of law، واكتسب قوة القانون. When we talk of custom as a source of law، عندما نتحدث عن العرف كمصدر للقانون، we mean legal custom، فإننا نعني العرف القانوني. Legal custom is distinct، العرف القانوني هو متميز، from other social customs، عن الأعراف الاجتماعية الأخرى، in that it's obligatory sanction، اللي هو شنو، عبارة عن تصديق إلزامي، is complete، يكون مكتمل and uniform ومتجانسا. طيب kinds of custom، all a custom which has the source of law may be of two kinds، يقول أنواع العرف جميع الأعراف، which has the force، تكون لها قوة القانون، may be two kinds، تكون ربما ذات نوعين اثنين، which are essentially distinct، والتي تكون متميزة بشكل أساسي، in their mode، في نمطها، في of operation، في نمط العمليات اللي تجري بها. The first kind، النوع الأول، is that legal custom، هو العرف القانوني، which is a bending rule، وهو عبارة عن قاعدة متراصة، قاعدة متكاملة of law، من القانون، independently، تكون مستقلة of any agreement، عن أي اتفاقية. The second kind، النوع الثاني، is conventional custom، اللي هي شنية، يقدر تقول العرف التقليدي، which is applicable، اللي يكون صالح أو ملائم only indirectly، فقط بشكل غير مباشر، through the individual accepted agreement، خلال الاتفاقيات المقبولة بشكل فردي، such as the conventional law، مثل القانون التقليدي، between the parties، بين الأطراف، بين parties، هنا تجد الأطراف، الطرفين يعني، ذول اللي يسوون عقود مثلا، عقود بين الطرفين.
يقول advantage and disadvantage of custom، يقول مزايا ومضار العرف، شنو المميزات والأضرار للعرف. The advantage of custom، يقول مزايا أو منافع العرف. Custom as a source of law، العرف هو مصدر للقانون. Has a certain advantage، له منافع معينة. This may be listed as follows، وهذا يمكن أن يوضع كالتالي. The custom reflects the general will of community، يقول العرف يعكس the general will، الرغبة العامة of community، للمجتمع. While legislation، بينما التشريع. For instance، على سبيل المثال. May be imposed، يمكن أن يكون مفروضا. By absolute power، من قبل قوة مطلقة. Or dictator، أو دكتاتور مستبد. Custom is more flexible، العرف هو أكثر مرونة. Than written law، أكثر مرونة من القانون المكتوب. For its developed، لأنه بسبب يعني its develops، تطوره. With the development، مع تطور social conditions of life، مع الأحوال الاجتماعية of life، للحياة. Custom implements، التطبيقات العرفية للlegislation، التطبيقات العرفية للتشريع. زين، عندنا disadvantages of custom، مضار العرف. Custom has disadvantages too، له مضار أيضا. These may be listed as follows، وهذا يمكن وضعها كالتالي. Customary rules، القواعد العرفية. Are often ambiguous، تكون بشكل غالبا غامضة. Thus، وهكذا. They are difficult to determine، تكون صعبة التحديد. And often، وغالبا ما. Raise complex litigation، وغالبا ما شنو يعني ترفع الأمور الدعاوي والمقاضاة المعقدة، أو تثير الدعاوى أو عمليات المقاضاة المعقدة. Customary rules، القواعد العرفية. Develop very slowly، تتطور بشكل بطيء جدا. And need a long time، وتحتاج وقت طويل. To become established، لكي تكون أساسية أو متأصلة. Custom may be not facilitate the evolution of complete harmony، يقول العرف قد لا يسهل evolution، تطور. Complete harmony، النسق أو التناغم التام. In one country، في بلد معين، في بلد واحد. Due to، بسبب the existence of different local customs، بسبب وجود أعراف محلية مختلفة. Conditions of custom، شروط العرف. Custom must be general، العرف يجب أن يكون عاما. Custom must have existed for a long time، to be one of immemorial antiquity. Okay، immemorial antiquity. هنا يقول العرف يجب أن يكون موجودا لمدة طويلة من تقدر تقول العدالة custom must have existed، يجب أن يكون العرف موجودا. For a long time، for so long، لوقت طويل من العصور. Immemorial antiquity، للعصور السحيقة، يعني يكون لازم كلش قديم. Custom must be constant، يجب أن يكون العرف ثابتا. Custom should not be against، العرف لا يجب أن يكون ضد. The rules، قواعد أو قوانين. Public policy، قواعد أو ضد قواعد السياسة العامة. Custom should not run counter to the written provision of the law، يقول هنا عندنا العرف لا يجب أن يعني يتحرك ضده أو إزاء أو يكون مقابل
مقابل الشروط المكتوبة للقانون. Custom must have been observed as of right. العرف يجب أن يكون مراقبا كنوع من الحق من الحقوق. أعزائي نكمل في يعني درس قادم وإلى اللقاء.